بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هذه وقفة الشعب المغربي بمدينة الرباط استمرارا لكل المسيرات والوقفات للمغاربة مساندة لقطاع غزة وللمقاومة الفلسطينية وللضفة الغربية. ولكن الجديد اليوم هو هذا العدوان الغادر على لبنان، فإن نحن اليوم أيضا في وقفة تضامن ومساندة للشعب اللبناني وللمقاومة اللبنانية في يعني جراء هذا العدوان كما قلت الغادر من قبل الكيان الصهيوني على الشعب اللبناني. هذا العدوان طبعا الغادر جاء في سياق الإسناد المستمر للبنان وللشعب اللبناني وللمقاومة اللبنانية لقطاع غزة وللمقاومة اللبنانية منذ 7 أكتوبر 2023. فإذا نحن هنا لكي نعبر عن مساندة كما قلت المطلقة للبنان كما لقطاع غزة، وأيضا لنطالب يعني القوى الحية والنخب في يعني الدول العربية والإسلامية، أقصد الشعوب العربية والإسلامية وكذلك أحرار العالم، إلى أن تقف في وجه هذا العدوان على لبنان وعلى فلسطين، وبأن تعبر بكل الأشكال المتاحة عن تضامنها مع لبنان ومع فلسطين. وكذلك أيضا من يعني أهداف هذه الوقفة هو استمرارنا في التنديد بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومطالبتنا مستمرة السلطة المغربية من أجل توقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان المجرم، هذا الكيان الذي يعني ليس له حد في استهداف فلسطين واستهداف الشعوب العربية والإسلامية، فينبغي أن يحاصر هذا الكيان لا أن تمد له الأيادي. فإذا نجدد مقدامنا بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونترحم على الشهداء في كل فلسطين وفي كل لبنان، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى بإذن الله. تبارك. شكرا وتحية لكم على تغطية هذه الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية اللي كتنظمها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. كتجي الوقفة ديال اليوم هنا أمام البرلمان في شارع محمد الخامس بالرباط، في واحد الوضع اللي كل العالم متابعه وكل العالم كيدينه، ألا وهو استمرار العربدة والبلطجة والإرهاب ديال الكيان الصهيوني اللي وسع الاعتداءات ديالو وسع الإرهاب ديالو في اتجاه كل الدول ديال المنطقة، في اتجاه لبنان بالخصوص وبيروت، بيروت الجريحة، بيروت المدينة المناضلة، بيروت المدينة التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية. الشعب اللبناني الذي احتضن الثورة الفلسطينية، احتضن المقاومة الفلسطينية منذ انطلاق الثورة الفلسطينية، هذا الشعب راه كيأدي الثمن ديال هذا الدعم ديالو للقضية الفلسطينية. وطبعا هذا الكيان الصهيوني ما كانش ممكن يتجرأ ويمارس هذا الإرهاب الدولي لو أنه ما عندوش الدعم من الإمبريالية الأمريكية، من الإمبريالية الأوروبية، الإمبريالية الغربية بشكل عام، اللي هي المسؤولة الأولى على ما يقع في فلسطين، المسؤولة الأولى على جرائم الإرهابية، على جرائم الإبادة الجماعية لكي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين وفي العديد من الدول ديال المنطقة. وهذا الإمبريالية هي نفسها اللي زرعت في وسط من الأرض ديال فلسطين، في وسط منطقة الشرق الأوسط، في هذه المنطقة الحساسة، المنطقة الغنية بالتاريخ ديالها، بالثروات ديالها، بالموقع الاستراتيجي ديالها. هذا الإمبريالية هي اللي زرعت هذا الكيان الصهيوني تما كقاعدة أمامية من أجل أنها توسع الهيمنة ديالها وتوسع الحروب ديالها وتشتيت ديالها للشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن مرزوق، فلسطين حرة إن شاء الله. الحسن مرزوق، عضو المجلس الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. هذه الوقفة تجي استمرارا للوقفات التي ينظمها الشعب المغربي في جل المدن المتاحة لدعم إخواننا وأخواتنا في فلسطين وخاصة في غزة، ثم كذلك للتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على يعني المقاومة التي تسند غزة خاصة في لبنان وفي اليمن، ثم لنندد كذلك بالتطبيع واستمرار الحكومة المغربية والنظام المغربي في التطبيع، وآخره ما تسرب من أخبار أن المغرب عوض تركيا في تصدير السيارات إلى الكيان الصهيوني.
فإذا نؤكد أننا عازمون على أن نبقى في الشوارع وأن نبقى في هذه التظاهرات إلى حين رفع هذا الظلم عن إخواننا وأخواتنا في غزة، وإلى حين نيل النصر إن شاء الله تعالى للمقاومة. ثم نؤكد للشعب المغربي أن هذه الجرثومة، جرثومة التطبيع، لن تأتي إلى بلدنا بخير، ستأتي إلى بلدنا من أجل التشتيت ومن أجل التقسيم ومن أجل التفريق بين المكونات ديال الشعب المغربي. فندعو الشعب المغربي للوقوف ضد هذا التطبيع والتصدي له في جميع المجالات وفي كل الميادين. إذا في المغرب الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تعيش ويعيش معها الشعب المغربي آلام ما يعانيه الشعب الفلسطيني من مجازر يومية، وكذلك الشعب اللبناني. نحن في زمن تندى له جبيل الإنسانية أمام ما يرتكب من جرائم وأمام الصمت والسكوت والتواطؤ الدولي، تواطؤ مفضوح من طرف الأنظمة العربية ومن طرف الغرب الاستعماري بعيادة الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نحن هنا لا نملك إلا حناجرنا لنصيح ونقول ارفعوا أيديكم عن فلسطين، ارفعوا أيديكم عن المعابر، كفوا عن إمداد هذا العدو الغاصب بالسلاح والمال، كفى من عقل الأطفال والنساء. هذا ما يمكننا أن نقوله، وبهذه المناسبة مناسبة اعتراف 7 أكتوبر هذا اليوم التاريخي المجيد، ستنظم الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ندوة صحفية يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر لتسليط الضوء على الاستعدادات الجارية لتنظيم مسيرة وطنية كبرى يوم 6 أكتوبر الأحد 6 أكتوبر بالرباط، كما ستنظم يوما وطنيا في سائر مدن البلاد يوم 7 أكتوبر احتفاء بهذه الذكرى المجيدة.